ينضم معنا من برن في سويسرا فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني. مرحبا بك أستاذ فرانكو عبد القادر. وزير الداخلية اللبناني يقول إن الحريري لن يتراجع عن تشكيل الحكومة أيا كانت الضغوط. ما الذي يريده حزب الله بداية من هذه الضغوطات؟ أول شيء مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. للحقيقة حزب الله بده يقول للكل وخاصة للأمريكان والمجتمع الدولي إنه أنا لي اليد الطولة في لبنان. يعني هو عم بده يبلغ رسالة للأمريكان إنه هو له الكلمة الأولى والأخيرة وهو اللي مسيطر على كل شيء بلبنان والأمر لي وأنا ربكم الأعلى. هيدا اللي عم بيحاول يقوله حزب الله. طبعا هو عم بيحاول يسيطر على لبنان بكل ما أوتي من قوة ليكون ورقة تفاوض قوية بحق إيران. هذا المخلف الوحيد اللي بقى لإيران من بعد انحسار ومن بعد انحسار وتراجع الحوثيين وسوقهم إلى السويد لبداية المفاوضات اللي طبعا مش من مصلحة إيران أبدا. ضل هلا المخلب الوحيد لايران هو حزب الله اللي بلبنان، وبالتالي حزب الله هلا عم يعمل بكل ما اوتي من قوه انه يضل هو مسيطر على الوضع ويحافظ قد ما كان على راس ماله السياسي، ومن هون يعني حزب الله عم بيحاول قدر المستطاع يوجه رساله قويه للمجتمع الدولي انه انا الامر الناهي بلبنان بتمام. بالنسبة للحريري، إلى أي مدى من وجهة نظرك هو قادر على المواجهة، وكيف يعني تمكن حزب الله من إحداث هذا الاختراق؟ يعني الرئيس سعد الحريري قادر على المواجهة فيك تقول لأبعد الحدود للأبد. عنده حلفاء كثير حزب الله، عنده حلفاء الرئيس الحريري عنده حلفاء كثر في لبنان، حتى إنه التحالفات هلا تغيرت. يعني ما فينا نقول انه رئيس الجمهوريه ميشيل عون هو متواطئ، عفوا يعني عم تطبيق وعم بحكي هو متواطئ كل التواطؤ مع حزب الله. الحريري عنده تحالفات كبيره بكل دول العالم، طبعا الحريري بيقدر يتواصل مع الرئيس بوتين، مع الرئيس ترامب، مع كل قاده العالم ومع دول الخليج طبعا. هيدا الشيء يحسب بالرئيس سعد الحريري. يعني طبعا هو الضمين الوحيد للمجتمع الدولي، هو الضمين الوحيد بقلب التالي للمجتمع الدولي، ومن هون نحن فينا نقول انه كرئيس الحكومه المقبله ولا اللي بعدها ما حيكون ابدا اي شخص بقوه الرئيس سعد الحريري مثل ما هو هلا. في ذات الاطار، لماذا من وجهه نظرك فشلت الدوله اللبنانيه في حل قضيه وئام وهاب والقبض عليه؟ الم يكن من الاجدر ان تفرض سلطتها على الشارع؟ يعني موضوع وئام وهاب طبعا هيدا بإيعاز من حزب الله والنظام السوري، يعني عفوا بهالتشبيه طبعا لا ينطق عن الهوى الا هو وحي يوحى. يعني انا عم بحكي هون عن وئام وهاب، يعني حاشا التشبيه. انما وئام وهاب طبعا طلع بهذه بالشتائم والهذا، وهذا دليل مثل ما قال فولتير الاديب الفرنسي انه الصوفيه هي السلاح الاعزل المغلوب على امره. يعني وئام وهاب طبعا الحلف تبعه هو حزب الله هلا مغلوبين على امرهم، ما ضل في الا هالشتائم اللي يقولوها للرئيس سعد الحريري ليستفزوه ويستفزوا بيئته. طبعا المنتصر الاول هلا في لبنان هو بصراحه الرئيس سعد الحريري وخياره الدستوري، وطبعا بيئته اللي التفت حوله كلياتها لاول مره. هذا كلياته برهن انه نحن ما بدنا نخوض حرب، وبالتالي القوى الأمنية مش تراجعت عن اعتقال وهاب، المهم سلمته انه هو لازم يحضر للاستجواب. طبعا في معادلات كثير بالبلد منها سياسية ومنها يعني شبه قوائل، يعني سلاح حزب الله، يعني فينا نقول انه هدد يعني انه وجه رسالة للقوى السياسية انه هن مثل مثلا عم يلعبوا بالنار، ولا هذا الأمر ممكن يؤدي لحروب أهلية. هذا انا بعتبره شخصيا انه هذا تهديد للسلم الاهلي بحد ذاته. طبعا هم تراجعوا عن الدخول بمعركه لجلب وئام وهاب الى المحكمه. طبعا هون بس هو لا زال مطلوب، يعني وهالشيء ما بيعتبر انه هذا تراجع الدوله. طيب هذا تراجع تكتيكي وربما. ماذا عن رئيس الجمهورية ميشيل عون؟ ماذا وراء هذا الانقلاب لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية؟ استاذ الكريم، حزب الله هو كان حليف من الأول لحزب الله.
عفوا الرئيس ميشيل عون هو حليف من البدايه لميشيل عون، وهو هلا عم يدفع فاتوره توصيله لرئيسة الجمهوريه. طبعا هذا ما بيمنع انه الرئيس ميشيل عون عم بيحافظ قدر المستطاع على التسويه الرئاسيه. طبعا هي التسويه اللي بتشمل استقرار لبنان والعهد القوي، يعني رئيس الجمهوريه يكون الجمهوريه القويه. عم بيحاول قد ما في الرئيس ميشيل عون انه يكون قريب من الكل. انا ما بعتقد انه هو مثل ما ذكرت قبل شوي انه هو متواضي نحو الله، بالعكس انا بشوف يعني كثير مراقبين بيشوفوا انه هنيك تباين في موقف ميشيل عون رئيس الجمهوريه مع موقف حزب الله، ويمكن هنيك في خلاف طبعا. وهيدا لانه شفنا لحديث هلا ولا اي نائب من نواب ميشيل عون قام باي تصريح يعني ناري مثل ما نحن تعودنا عليه هون لحديث هلا، دائما بالسنوات الماضيه يقوموا دغري بالتصريح بتصريح ناري ضد الرئيس سعد الحريري وضد نوابه. من هون بنشوف انه لا، في تباين بين موقف رئيس الجمهوريه وموقف حزب الله من 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 توزير النواب السنه اللي محسوبين على حزب الله وايران، مش على 8 اذار. ما في شيء بقى اسمه 8 اذار، في شيء بس اسمه ايران، وهم هؤلاء ينتمون الى حلف ايران. من بيرن في سويسرا الأستاذ فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني، شكرا لك.